وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أشارت الأستاذة دلال عادل عضو اللجنة التنفيذية لمسابقة خالد بن حمد للابتكار في الذكاء الاصطناعي بوليتكنيك البحرين، أشارت إلى النتائج الإيجابية التي تمخض عنها إشراك الجهات الحكومية في هذه المسابقة. هالشيء ساعدنا في ان احنا نرفع من نسب الفرق المشاركه الى نسبه 64%، كما ارتفعت نسب الفرق اللي وصلت الى لجنه التحكيم الى 76%. واشراك مثل هذه الشركات او نقول المؤسسات بشكل عام ادى الى يعني ان احنا يكون عندنا مشاريع مستدامه، حيث ان احنا سنقوم بالتعاون مع شركه مايكروسوفت بتبني 3 مشاريع لأخذها إلى مستويات متقدمة وستثق في هذه المشاريع مزيداً من الإنجازات إلى مملكة البحرين في مجال الذكاء الاصطناعي.